انا ما انكرش اني بهتم بشغلك وبقراه، بس اتبيني حاجه وان اشاركك في شغلي حاجه تانيه خالص. يا فندم انا كل اللي طالباه منكم الدعم، طلب زيارتي لسجن المغاره، واقف على ان جمعيه كبيره تديني الزقه دي. سجن المغاره بالنسبه لنا زي اي سجن في الدنيا، احنا هدفنا الناس تعرف والامن ياكد ان كل حاجه جوه فيه سليمه. ايه اللي يخليني احط اسمك على الجمعيه وانا متاكده كده كده ان انا كسبانه قضيتي؟ مدام انهار، حضرتك عارفه ومتاكده انك تقدري تتكلمي عن سجن المغاره زي ما انت عاوزه، بس مش هتدخلي السجن. لما يجوا يدخلوا حد هيدخلوا واحده زيي عشان المشاكل اللي بعملها. فريده ابو العيله، هاتوا البت دي وهو نبقى ضربنا عصفورين بحجر. جبنا اكتر واحده عليها لغط، وفي نفس الوقت ادي السجن اللي عاوزين تعرفوا عنه. ولما واثقه من نفسك قوي كده عايزاني وراكي ليه؟ عشان انا طول ما انا لوحدي ومفيش جمعيه كبيره ورايا خايفه يمسكوكي ويقبضوا عليكي. احنا في زمن اثبات الولاء فيه بقى صعب، وانا اتعلمت ان انا اخد بالي كويس قوي قبل ما اتفق مع حد. انت اشتغلت في جمعيات كتيره بتنافسنا وليها تمويلات، انت بنوته شاطره اونلاين تعرفي تجيبي المعلومه، وحاجه قصاد حاجه فريده. بس اللي حضرتك بتطلبيه مني ده ممكن يقلب الدنيا عليا. احنا وراكي، انت في حمايتنا، مش هو ده اللي انت كنت طالباه؟ ولا انا كان بيتهيألي؟